هلا عاد ساعة للفطار. صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، نحن معكم مباشرة من اوتوستراد البداوي المللولة، الفاصل بين البداوي وطرابلس. طبعا بسبب هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم، نستطيع أن نقول بأن شوارع بأمها وأبيها تحولت إلى مسابح شعبية حسب تعبير أحد أصحاب المحلات الموجودة هنا على أوتوستراد البداوي. طبعا هذه التشكل، هذه البحيرات أو هذه المستنقعات في شوارع البداوي، في شوارع البداوي ليس للمرة الأولى، يعني مع كل شتاء مع كل هطول أمطار بغزارة تتحول هذه الشوارع وهذه الأوتوسترادات إلى ما نشاهده الآن. على طول هذا الأوتوستراد تشكلت هذه البحيرات، هذه المستنقعات في شوارع وأوتوسترادات البداوي وطرابلس. خلينا نحكي مع أبو طارق. أبو طارق هو صاحب هيدي الدكان، كان عم يحكي لنا قبل شوي إنه هيدي الأزمة مانا جديدة. أبو طارق يعطيك العافية، كنت عم تقلي إلى 15 أو 10 سنين تقريبا، إلا ما خلص إلا من يوم اللي عملوا جسر الملولة هون. نحن منعاني نفس القصة ونفس المشكل كل السنة عدة مرات، يعني لا نعالى فيها تروح على الشغلة ولا تلميس فيها يروح على مدرستان، بيعانوا كتير بيعانوا منها. حكيتوا مع حدا او اساسا هالشقفه هون كلها لمين تابعه، لطرابلس او للبداوي؟ لا بلديه البداوي هيدي تابعه، وبيجي الشباب يعني بيشتغلوا احيانا فيها وكذا والاخير، بس عم نعاني منها لانه ريجار وقت ركبوه ذكرنا كان ريجار ضيق شوي، مروا هالريجار الوسع ليستوعب كل هالمي، لانه ميه المنكوبين ميه الملوله كلها بتدب لعنا لهون، ما بيستوعبوا الريجارات اللي هون. حكيتوا مع البلدية؟ حكيتوا مع حدا؟ والله انا شخصيا لا ما حكيت مع البلدية والله، بس في جماعه كثير حكوا مع البلدية يعني ايه، وما في ما في ما في ردة فعل يعني. اهلا وسهلا فيكم يعني، يعطيك العافية. خلينا نشوف بعض اصحاب المحلات اذا ممكن يحكوا عن قديش هن عم يتضرروا. عم تشوف اساسا هون في محطة بنزين مسكرة بسبب اساسا هي غرقانة تقريبا المحطة دي، هيدي يعني المياه، هيدي المشاهد اللي عم نشوفها هي من اوتوستراد البداوي. شوفوا حتى كمان السيارات اللي موجودة أو مركونة على جانب الطريق شبه غرقانة بمياه الأمطار. ساكنين هون يا شباب يا حلوين؟ ساكنين هون بالمنطقة؟ بدك تقطع تروح على البيت؟ ايه بدي اقطع، بس في طريق تاني؟ ما في طريق تاني، لأنه ساعة ناطرين هون وساعتين ما بتنشف المي، لأنه دايما متعودين عليها، صحيح تعودنا بس ننطر كتير وما فينا اذا بدنا نتعس ننطلع مي، او بيكون جايين المدارس انت صح؟ ايه وقت المدارس نيجي بنشوفها منطقة، الحمد لله عندي الشوفير بيوصلني، لو مشي ما بنقدر نمرق، لأنه بحر بتعرف ما في عنا طريق تاني. يعطيك العافية. خلينا ناخذ بس بعض أصحاب المحلات لنشوف كيف هن متضررين، إذا عم نشوف السيارة لكن كيف عم تقطع بهيدا الشكل لتوصل على وجهتها. ليس فقط هذه الشوارع أو هذه الأوتوسترادات، حتى في شوارع طرابلس الداخلية نشاهد هذه المشاهد مع هطول الأمطار، وبسبب هطول الأمطار كثافة هطول الأمطار. أوكي، على ما يبدو ما في حدا بالمحلات، مسكرين كلياتهم. إذن مشاهدينا الكرام، هذا المشهد من أوتوستراد البداوي الفاصل بين مدينة طرابلس و منطقة البداوي. مثل ما قال أبو طارق قبل شوي، أيضا صاحب هذا المحل قال أنه هن تواصلوا مع البلدية ولكن ما في جواب، وبالطبع هذه المشكلة ليست هي جديدة، وإنما منذ إنشاء الجسر إذا بنقدر نشوفه في جسر بآخر الطريق حسب ما قال أبو طارق، منذ إنشاء ذلك الجسر وحتى اليوم هذه الطريق هي على هذا الشكل. إذن مشاهدينا الكرام، يعني في بعض الناس تقول عندما يهطل المطر يكون نعمة على
الناس، نعمة على كل الكائنات الحية، ولكن في طرابلس تتحول هذه النعمة بعض الأحيان إلى نقمة على الناس، على الطرقات، على المنازل، وحتى على الشوارع الضيقة داخل مدينة طرابلس، بفعل أنه هذه الأعمال أو أعمال تنظيف المجارير أو أعمال توسعة هذه الأقنية تكون بالقطارة. يعني هذه الأعمال لازم تكون سنوياً عم تنعمل من قبل البلدية أو مجلس الإنماء والإعمار، ولكن لا حياة لمن تنادي، حسب ما قال أبو طارق ويعني شهادات الناس اللي كانوا عم يحكوا معنا قبل ما نقوم بهذه الرسالة. قالوا نحن حكينا كثير مع البلديات وحكينا كثير مع مجلس الإنماء والإعمار، ولكن لا أحد يستجيب لهذه المطالب. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كان كل شيء من أوتوستراد البداوي. كنا معكم أنا بلال المرعبي وزميلنا على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وللقاء.